السلام عليكم. انا من واحد التجار في السوق اللي مصدرني، فهمتيني؟ كنا نهضروا على المعاناه ديالنا، والمشكله غنلقاو هو كنا كنتسناو من الوزاره المسؤول على القطاع دير معنا شي حل، فهمتيني؟ واذا بينا حنا كنتفاجئوا قالوا لنا حلوا نهار الاول سدوا نهار الثاني حلوا، حنا ما عندنا حتى شي حاجه. كنا كنتظروا من الوزاره المسؤول على هادشي دير معنا شي حل وتلقينا شي حلول، حيت حنا بنادم الا حل اول حاجه غيلقى تحل غتلقى المشاكل. بنادم فهمتيني عنده شيكات، عنده كريديات، عنده كاين اللي عنده قروض، فهمتني، استهلاكيه، الناس عندهم بزاف د المشاكل. وكنتفاجئوا عاوتاني باليوم جينا انا لقى واحد المشكل هنايا، شي ناس داروا على المحلات الزنك، فهمتني، داروا عليهم البريه ديال الزنك ما بدون سابقين دار، الناس ما فراسهم ما يتعاودوا، جاو يحلوهم يلقاو المحلات مسدودين. وعاد جبنا شي خبر عاوتاني باللي السلطات المحليه قالوا لنا ما نخرجوش ما تفوتش المحل، وحنا ما نقدروش ما نفوتوش المحل، فهمتيني، عندنا كلشي طبالي كيخرجوا على برا. ايوا ولهذا كنطلبوا من الجهات المسؤوله تهضر علينا، فهمتيني، كنطلبوا من الناس المسؤوله على هذا القطاع يديروا معنا شي حل. ما فهمت اخويا الناس واش متضررين ما والو، حتى واحد ما هو الناس هاجا وحلوا، راه المشكل ماشي في الحلاق، راه اسهل حاجه هي تحل، فهمتيني، المشكل هو ما بعد الحلاق، الناس عندهم التزامات، الناس كيتسناو كيتسالوا شيكات، كاين شيكات ديال شهر جوج ثلاثه، الناس خداو السلعه، خداو السلعه ديال الشتا، فهمتيني، الناس قداو السلعه في شهر 11 وشهر ناس وسناو عليها ثلاثه وسناو عليها اربعه وخمسه، يوم فوا غتحل خصك دير الحل مع صاحب الشيكات، الناس مسنين الشيكات، شحال من واحد مسني الشيكات هنايا، ولهذا وعندنا مشكل ديال السلعه، حتى هي سلعه موسميه، فهمتيني، عندنا السلعه كامله غليظه بالمفهوم ديالنا حنا غليظه، وخاصنا دابا سلعه ثقيله، وكي غدير السلعه؟ غتحل المحل سلعه كانت كتسوى 20 مليون دابا غتولي تسوى 10، خصها تولي صولد، فهمتيني، خصها تولي صولد. ولهذا كنطلبوا من الجهات المسؤوله وعلى راسهم وزاره التجاره دير معنا شي حل، حتى حنا بغينا شي داعم، فهمتيني، كنشوفوا الصندوق كنشوفوا الناس استافدوا من الجهات اللي قاده، شافت من شحال من قطاع وما شافتش فينا حنايا، فهمتيني، تجار صغار، تجار المتوسطين، المهنيين، ما نهضروش على رؤوسنا، الحرفيين، الصناع التقليديين، ما كاينش اللي دوا عليهم، فهمتيني، لا خاصنا شي دعم، الدولة ما قدرتش تعطينا الدعم، يديروا لنا شي صندوق، شي صندوق ديال التجار الصغار والمتوسطين، ناخذوا قروض بدون فوائد باش نديروا امارش، فهمتيني، اي فوا غتحل راسك باش تخدم، شكون اللي غيدور لك هذه العجلة، فهمتيني، هادشي اللي كنا كنتظروا من الحكومة للأسف ما دارش والو، خرجوا لنا بقرار، حلوا، سدوا، القطاع الأولى يخرج بوقعة، القطاع الأولى يخرج بلا وقعة، القطاع الثاني يخرج بوقعة، هادو هما شي حلول، ماشي هادشي اللي كنا كنتظروا صراحة في الحكومة، كنا كنتظروا شي حلول اللي غتنفعنا وتزيد بنا قدام. هادشي من فوق غنحلو غير خصنا باش نديرو امارج. السلام عليكم ورحمة الله، خويا باسمي وباسم التجار زنقة فيروس، حنا عندنا واحد الضرر ديال الكراواس. يعني الدولة دابا كنطلبوا منها دير معنا شي حل، يعني تعطينا شي تعويضات باش نحلوا هاد المشاكل. حيت أصلا عندنا حنا مشاكل ديال الكراواس وأكثرية ديال الناس، يعني 90% هنا عندك الكرا. وكل محل على الأقل كيجري على ثلاثة العائلات. يعني حنا ما عرفناش كيفاش غنواجهوا هاد المشاكل من بعد الحجر الصحي. واكثريه ديال الناس عندهم يعني واخدين السلعه ديال السميج وديال الشتا، هي دابا بقات لينا هنا على الاقل يعني ما بقات تساوي الثمن باش كنا خديناها، ما عرفنا واش غنصلديوها ولا اش غنديروا فيها. واكثريه ديال الناس مسنين على الشيكات، يعني كل شيء، والناس اللي عطيناهم الشيكات راه ما يصبروش علينا، يقدر يصبر عليك شهر شهرين غايب غير رزقهم، يعني ما عرفناش كيفاش غادي نواجهوا هذا الشيء هذا، كيفاش غنتعاملوا معاهم، يعني على الاقل كل شيء متعرض للافلاس، وكل شيء متعرض على الاقل يعني للحبس. يعني كما قلت لك كاين اللي ساني لي طاري، كاين اللي ساني الشيكات، والناس اكثريه ديال الناس هنا ما عندهمش راس المال، يعني خدامين بلي طاري، يعني ملي وقعت هذه الازمه هذه عندنا عند راسنا حنا عندنا راس المال، ولكن لقينا راسنا خدامين بالورق بالشيكات ديال عباد الله، يعني برزق الناس. وكنطلبوا من السلطات ومن الدوله دير معنا شي حل، يعني على الاقل تعوض هاد الناس بشي ولو بواحد النسبه قليله، ولا تطرح عليهم شي عرض، يعني شي دعم، يعني ودير معاهم فيه التسهيلات، يعني بما حلوا هاد المشاكل، حيت كتشوف راسك دابا العيد جاي، يعني حنا ما يمكنش غنحلوا غنخدموا ديك الساعه، يعني باقي لينا على الاقل عول على راسك واحد الشهر ولا عام عاد باش ترجع الامور كيف كانت. يعني كنتمنى من السلطه تشوف من جهتنا وتشوف من هاد الناحيه ديال التجار الصغار، يعني التجار ديال زنقة بيروت راهم ضروريين بزاف، وكما قلت لك اكثريه انا كاري، وكل محل كيف قلت في الاول فيه ثلاثه العائلات، كاين المسير وكاين مول المحل وكاين الخدام، وكل واحد عنده عائله، الا مشى الانسان تيسد ليه المحل ثلاثه العائلات غيتشردوا. وكنتمنى كما قلت لك كنتمنى من السلطه تشوف من حالتنا ان شاء الله باذن الله. ودابا عندنا واحد القضيه اخرى هي اللي تفاجئنا بها اليوم، جينا قالوا لك ما عندكم الحق تخرجوا لجهه التطوار، غتسدوا غتحلوا جهه سميتو يعني في السكه ديال الريدو، وحنا ما عندناش الرباح، يعني السلعه عندنا حنا داك الشيء
حنا كنخدموا اصلا على 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 سميتو على 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 طراس هو اللي كيبين لنا السلعه ديالنا. يعني مشكل كيجيو كيطبقوا علينا شي قوانين بلا ما يعلمونا حنا، يعني ما كيوصلوش لينا الاخبار باش حنا نستعدوا لهذا الشيء هذا. السلام عليكم خوتي المغاربه، حنا كنسكنوا في الزنقه ديال بيروت، صحاب القيصريه كنبيعوا الثوب. حنا مضرين بزاف، ضرينا حسب الضو، ضرينا صحاب الكرا، ضرينا السلعه. عندنا السلعه عندنا ديال الشتا، فجاه تلقاو لنا سدو. عندنا الكرا، عندنا الضو، عندنا كنخلصوا صحاب الكريديات، عندنا الثوب جايبينه بالكريدي ما خلصناش. حنا مضرين، تا واحد ما كيدوي علينا، حنا زنقة بيروت تا واحد ما كيدوي علينا، كلشي دوى على كلشي وخلى صحاب الثوب. حنا مضرين، تجار ها هما كلشي مضر، كلشي مضرور، ضرائب، الكرا، الضو، كلشي. دابا ما ديروا لنا الحل، الله يجازيكم بخير، ديروا لنا شي حل، راه حنا مضرين، راه حنا ضرينا، راه حنا عندنا وليدات، تابعنا المدرسة، كلشي كيجبد. حنا جينا نحلو، قال لك حلو حد السكه.